الثانية بعد تحميل إيران مسؤولية الوقوف وراء عملية استهداف ناقلة نفط مملوكة لإسرائيل قبالة سواحل عمان الأسبوع الماضي. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن بلاده مستعدة لشن هجوم عسكري على إيران. إلى ذلك قال دبلوماسيون أن بريطانيا تعتزم مناقشة الهجوم على الناقلة خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة. وبعيد اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برد جماعي على الهجوم الإيراني. كل هذه التطورات المتسارعة خلال أقل من أسبوع يدفعنا للتساؤل، هل اقتربت المواجهة بين تل أبيب وطهران عقب هجوم الأخير على ناقلة إسرائيل؟ وما أسباب فتح إيران كل هذه الجبهات ضد إسرائيل في هذا التوقيت تحديدا وما تأثيرها؟ وأين تقف الدول الأوروبية في خضم تصعيد اللهجة بين البلدين؟ بعد أن وجهت إسرائيل وعدة دول غربية أصابع الاتهام إلى إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة نفط مملوكة لتل أبيب في بحر العرب قبل أسبوع، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن بلاده مستعدة لشن هجوم عسكري على إيران. غانتس قال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد لشن هجوم ضد إيران في أي وقت، وصفا الحكومة الإيرانية بمصدر التهديد الأول ليس فقط لإسرائيل بل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. بيني غانتس قال أن إيران تسعى إلى تشكيل جبهات متعددة ضد إسرائيل من خلال تعزيز نفوذها في لبنان وقطاع غزة ونشر فصائل تابعة لها في كل من سوريا والعراق، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي اتهم بشكل صريح خلال إحاطة لمبعوثي دول مجلس الأمن قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجيزادة بالمسؤولية المباشرة عن عشرات الهجمات التي وصفها بالإرهابية في المنطقة، سواء بالطائرات المسيرة أم بالصواريخ. وتأتي تصريحات غانتس بعد يوم من سيطرة قوات مدعومة من إيران على ناقلة نفط أخرى في خليج عمان خلال حادث وصفته السلطات البريطانية بأنه اختطاف قبل أن تتم استعادة السيطرة على السفينة وهروب المهاجمين. من جانبها أشارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها إلى أن المرحلة التي يتسلم فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم ستكون أكثر خطورة على المجتمع الدولي وكارثية للمنطقة حسب وصفها، مما يحد من جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحويل التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادي. من بيروت أرحب بضيفي الأستاذ جورج نادر خبير عسكري وعميد ركن متقاعد. أستاذ جورج أهلا بك في حلقة اليوم من وقفة مع الحدث. اليوم إيران يتم تحميلها مسؤولية الوقوف وراء عملية استهداف ناقلة نفط مملوكة لإسرائيل، إضافة إلى إسرائيل ترى بأن هناك أيضا تحركات من جانب إيران لتعزيز نفوذها إن كان في لبنان، فلسطين، سوريا، العراق وحتى اليمن عبر يعني مستندات الحوثيين. ترى تل أبيب كل ذلك محاولات لتحديها على عدة أصعدة. نتساءل هنا بداية أو ما هي قراءتكم فعليا لهذا المشهد المتأزم بين الطرفين وإلى أين تتجه الأمور؟ أنا برأيي إدارة بايدن هي استكمال لإرادة عفوا لإدارة ترامب وإن بشكل آخر. السياسة الأمريكية الخارجية لا تتأثر بالأحزاب الحاكمة، إنما هي ترسم على مدى بعيد ولمدى استراتيجي. القرار الأمريكي اتخذ بالعقوبات على إيران وتحجيم إيران وانسحابها من سوريا بواسطة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني. لذلك كل اللي بنشوفه بالمشهد اليوم هو الضغط
الأمريكي والأوروبي على إيران للبرنامج النووي والانسحاب من سوريا ولحد النفوذ الإيراني في المنطقة العربية والشرق الأوسط. كمان منشوف إيران تحرك أداتها في لبنان المسمى حزب الله، أحيانا هو بيحرك المجموعات الفلسطينية وتطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، وما حدا لا أحد يعلن مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ من الأرض اللبنانية. ونرى بالوقت ذاته عجز الدولة اللبنانية عن تحديد مطلقين هذه الصواريخ ومنعهم من الإطلاق، ليس دفاعا عن الكيان الإسرائيلي إنما حفاظا على الأمن اللبناني. هيدا يصب في إطار الضغوط أو الحرب غير المعلنة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. طيب. ارحب الان بضيفي من واشنطن الكاتب والصحفي الاستاذ عمر جوهر، اهلا بك استاذ عمر. ايضا في نفس السياق وهذه التحركات اليوم من جانب ايران، ما هي اسباب اليوم فتح ايران كل هذه الجبهات لنقل ضد اسرائيل في المنطقه تحديدا، ان كان بدايه فيما يخص الناقله، ان كان فيما يخص الصواريخ والهجوم بالصواريخ من لبنان لإسرائيل، الاتهامات موجهة لإيران فعليا، ما رأيكم بكل ذلك؟ طبعا هو الحقيقة أنه هذه ليست مرة أولى التي تستهدف فيها إيران ناقلات بترول في بحر الخليج أو في بحر عمان، حتى أنه إيران أسقطت طائرة درونز مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد وأؤيد وجهة نظر ضيفك الكريم أنه كل هذه الأشياء يراد بها البرنامج النووي الإيراني. طبعا المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأوروبية فشلت في فيينا الشهرين الماضيين، هناك تحفز من الطرفين. طبعا إيران تريد إزاحة العقوبات الاقتصادية التي رقعتها أثناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الإدارة الأمريكية تريد ضمانات فعلية وتريد الاطلاع على البرنامج النووي الإيراني، لكن إيران تربط الطلب الأمريكي بطلب وهو إزاحة العقوبات الاقتصادية. المشهد العام حول البرنامج النووي الإيراني أستطيع أن نقول الشهر الماضي هناك حالة من الخمول. ما فعلته إيران هو استهداف لناقلة إسرائيلية أو مملوكة لشركة إسرائيلية، هو رسالة للخليج العربي، هو رسالة لعمليات السلام بين دول الخليج العربي وإسرائيل. وبالتالي إيران أنا أعتقد أنها تدفع يعني للوصول إلى غايتها وهو إزاحة العقوبات الاقتصادية على كاهل الاقتصاد الإيراني. طيب هنا بالتالي أستاذ جورج، يعني فشل المحادثات كما قال ضيفي، محادثات فيينا فيما يخص الاتفاق النووي، وأيضا ما نشهده اليوم كما تفضلتم من ضغوطات أمريكية وحتى من جانب الدول الأوروبية تجاه وعلى طهران، هل من الممكن أن يجعلها أو هل هي فعلا فقط تهديد ولا أكثر، أم بالفعل نحن اقتربنا من مواجهة بين تل أبيب وطهران عقب هجوم الناقل الأخير، وكما قال أيضا وهددت إسرائيل بضرب إيران فعليا بتصريحات؟ سيدتي أنا أعتقد أنه ليس تهويلا، إنما هو فعليا عملية هروب إلى الأمام من قبل إيران. إيران تعاني من العقوبات الأمريكية والأوروبية. جورج، طيب فقدنا الاتصال مع هل تسمعني أستاذ جورج؟ أنا عم بسمعك. حمد، نعم تفضل. أنا عم أقول إيران تعاني من أزمة داخلية وانتفاضات متنقلة واحتجاجات في مختلف المحافظات الإيرانية، وتعاني كذلك من العقوبات الأمريكية، وهي بحالة يعني انكماش اقتصادي وبحالة عزلة دولية. أنا برأيي إيران تقوم بالهروب إلى الأمام، الهروب إلى الأمام بإشعال الجبهات هنا وهناك لحض الإدارة الأمريكية على التنازل عن العقوبات. وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لا تتنازل عن العقوبات، لأنه في برنامج الأساسي هو العقوبات على إيران، ولا طبعا هذا رأيي شخصي أنه إيران لا تترك حلفائها، عفوا الولايات المتحدة والغرب،
ما بيتركوا حلفاء العرب لقمة بإيد الهلال الفارسي المزمع. إنشاء هو الذي أنشأ أساسا بين إيران والعراق وسوريا وصولا إلى لبنان. وبيقولوا بين مزدوجان لمواجهة إسرائيل، بس ما شفنا منه شيء أبدا بمواجهة إسرائيل، إنما هو بمواجهة الشعوب العربية التي احتلت من قبل النظام الإيراني إن كان بالعراق أو بسوريا أو بلبنان. إذن إسرائيل لن تتخذ طريقة دبلوماسية في هذا الوقت تحديدا. لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. إسرائيل نحن بلبنان نعتبر إسرائيل دولة عدوية، وهي فعلا كذلك. أنا لا أعلق الموضوع الإسرائيلي، الموضوع الإسرائيلي شيء آخر. نحن عندنا عداء مع إسرائيل، إنما أنا الذي يدعي محاربة إسرائيل هو الذي يخدم إسرائيل بشكل أو بآخر من حيث يدري أو لا يدري. ولا أعلق على العلاقات الإسرائيلية العربية، هذه شأن الدول العربية، هي حرة في قامة العلاقات التي تريد، ونحن نحترم آراء إخواننا العرب. إنما أنا هم بهم العلاقات الأمريكية الإيرانية هي بمستوى متأزم جدا، وهي صار في اتفاق روسي على حد علمي روسي أمريكي بخصوص التواجد الإيراني وحزب الله والأدوات الإيرانية في سوريا، أنه لا مكان لوجود إيران في سوريا وعلى حدود إسرائيل. وهذا ما يخدم المصلحة اللبنانية بأن أنه يقطع خط الإمدادات الإيراني على حزب الله اللبناني مروراً بالعراق وسوريا. هذا يخدم المصلحة اللبنانية، أنا أتكلم عن مصلحة الشعب اللبناني طبعاً، مش مصلحة الحكومة ولا السلطة اللبنانية، لأن هؤلاء عملاء لإيران. كل سواء تحركون أدوات السلطة الإيرانية تحرك هذا النظام اللبناني للأسف. نعم، ذكرتم نقطة وفيما يخص تحديدا هذه الأزمة المتواجدة بين الجانب الأمريكي والإيراني، وهنا أسأل ضيفي أستاذ عمر، بالتالي هناك حديث يقول أن تهديد الإسرائيلي ضرب إيران يوحي بوجود ضوء أخضر أمريكي لشن هذه العملية طبعا، بالتالي هل نحن أمام رد جماعي على إيران اليوم، خاصة مع وجود حديث عن تنسيق وثيق مع المملكة المتحدة، وهو ما قاله وزير الخارجية بلينكن، وإسرائيل ورومانيا للرد على إيران؟ طيب خلينا نستدعي الماضي القريب عندما تم إسقاط طائرة الدرونز الأمريكي. نعم. كان هناك اجتماعا عاصفا في البيت الأبيض، حضروا الرئيس الأمريكي طبعا، حضروا مستشار الأمن القومي، حضروا وزير الدفاع، حضر وزير الخارجية الأمريكي. وأنا أتذكر هذه الليلة العالم كله كان ينتظر ضربة أمريكية عسكرية ردا على يعني إسقاط رمز الهيبة الأمريكية أو طائرة استطلاع أمريكية وكذا. لكن التراجع الأمريكي كان سببه وزير الدفاع الأمريكي الذي قال نحن نستطيع أن نبدأ ضربة جوية أو باستخدام بريجات حربية موجودة سواء في الخليج أو في البحر الأحمر أو حتى قواعد عسكرية في قطر أو كذا. قال أن عدد القوات الأمريكية الموجودة والمعدات العسكرية الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط لا تكفي لصد الهجوم الإيراني إذا حصل هجوما عكسيا على القوات الأمريكية الموجودة. وهو طلب طلبات مباشرة بزيادة عدد القوات وتشكيلات، يعني ستكون حرب جديدة كما حدث في العراق. وهنا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذه الأسباب أنا أعتقد حتى إذا لوحت إسرائيل بأنها ستضرب إيران، حتى إذا قالت أن هناك ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، أنا لا أعتقد أن مثل هذه الضربة إذا قامت بها إسرائيل لن تجلس إيران مكتوفة الأيدي، وقد يوقفها الخليج العربي نفسه. إذا يعني قلتم بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، ما الذي من الممكن أن تفعله لمواجهة ذلك إن حصل؟ طبعا الخليج العربي هو نقطة الضغط على الاقتصاد العالمي. نحن نعلم جميعا عندما ضرب الحوثيين أرامكو السعودية، شركة أرامكو السعودية، طبعا شركة أرامكو السعودية تتحكم في نصف إنتاج البترول في العالم، وتم فعلا إطلاق نصف إنتاج البترول في العالم عندما تم استهداف أرامكو. وبالتالي الإمارات قريبة من إيران، الخليج قريب من إيران، السعودية تحت مرمى إيران. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الخليج سوف يسمح بمثل هذه الحرب، لأنها ستكون عبثية وقد تطال الأخضر واليابس. وأنا لا أعتقد أن الشرق الأوسط اقتصاديا أو صحيا أو
فيروسيا وكورونا وهكذا، ان الاجواء مناسبه لمثل هذه التصرفات علما بان اقتصاد الخليج منعكس. طيب ما رايكم استاذ جورج بما تفضل به ضيفي الاستاذ عمر؟ تعقيب منكم. انا بايده بالفكره من الناحيه الاقتصاديه، معه حق انه الخليج العربي هو مصدر مهم ممر للاقتصاد العالمي، انما انا بتحكي من الناحيه العسكريه اللي خبرتي فيها. انا بقول انه اذا ايران بدها ترد باي شكل من الاشكال ستحرك ادواتها بسوريا بجولان السوري المحتل وبجنوب لبنان لمقارعة إسرائيل. وهون كمان مثل ما تفضل أستاذ عمر، الاقتصاد العربي والدول العربية هي التي ستدفع ثمن وليس إيران. نحن سندفع ثمن في لبنان وسيدفعون ثمن بسوريا، واقتصاديا مثل ما تفضل ضيفك الكريم سيدفع الثمن بالخليج العربي والدول العربية للأسف إذا حصل هذا الاصطدام. نعم بالتالي هنا أيضا أنا السؤال لماذا هذه الدول تكون هي ساحة الصراع بين هاتين الدولتين أو الدول الأخرى؟ لماذا لا يكون بشكل مباشر مثلا يعني الضربة إن كانت حصلت لماذا لا تحصل في الداخل الإيراني لنقل؟ لماذا دائما تكون إما سوريا هي الواجهة، لبنان أو جهات أخرى، بلدان أخرى أقصد؟ السؤال لي ولا الأستاذ عمر؟ لا لك أستاذ. أنا أسألك شغل، عسكريا المجال الجوي الإيراني يعني الطائرات الإسرائيلية إذا تقلع من مطارات فلسطين المحتلة المسميات إسرائيل تتوصل على إيران، في عندها مجال كبير وبدها التزود بالوقود جوا إذا توصل للعمق الإيراني، العمق الإيراني جغرافيا كبير جدا، لذلك الضربة ستكون أما لمصالح إيرانية خارج البقعة الإيرانية تقدر توصل الطائرات الإسرائيلية وترمي، وإما بفضل قوات برية تحركها إسرائيل على جبهات القريبة اللي هي سوريا ولبنان. هون بقول لك سندفع الثمن طبعا، الصراع سيكون على أرضنا، على الأرض العربية بلبنان وسوريا والخليج العربي، والعرب سيدفعون الثمن طبعا صراع من الأساس من السبب فيه ولا المصلحة فيه أبدا. طيب أستاذ عمر يعني أيضا في نفس السياق، لماذا دائما تكون سوريا أو العراق ولبنان دائما هي الساحة، ساحة الصراع بين هاتين الطرفين أو أطراف أخرى لنقل؟ طبعا العراق للأسف خاضت حرب طويلة مع الدولة الإيرانية، لكن بعد الاجتياح الأمريكي للعراق، العراق يعني كانت هدية أمريكية للدولة الإيرانية، الميليشيات الإيرانية تتحكم في مفاصل الأمور، السياسة الإيرانية تتحكم في مفاصل الأمور في الدولة العراقية، وهذا ليس سرا. الدولة الإيرانية موجودة في سوريا، الدولة الإيرانية موجودة عبر حزب الله في جنوب لبنان، الدولة الإيرانية تدعم الحوثيين، تدعم المنشقين في ليبيا، تدعم حتى جماعات قد تربك النظام المصري من حين لآخر في سيناء وهكذا، وبالتالي الدور الإيراني متواجد بالفعل في مناطق كثيرة. طبعا فكرة الخليج العربي هو هذه الدول ليس لديها اقتصاد بمعنى اقتصاد، هي لديها بترول يدر عليها مليارات الدولارات يوميا شهريا سنويا، هذا ليس الموضوع، لكن هو في الأخير اقتصاد. يعني لك أن تتخيلي إذا تم استهداف الإمارات العربية المتحدة أو قلعة شموخ الإمارات وهي دبي على سبيل المثال بصاروخ إيراني، اليوم القادم لن تري أي شخص موجود في الإمارات كلها بشكل عام، علما بأنها دولة مهاجرين مقارنة بعدد السكان. وبالتالي الخليج العربي هو النقطة الأقرب للدولة الإيرانية، هو النقطة الأضعف يعني لأي جبهة مواجهة، وهي النقطة الأسهل كمان على سبيل المثال. طيب بالتالي كيف يمكن ردع إلى إيران اليوم؟ طبعا هو ما يحدث الآن هو شد وجذب من أجل البرنامج النووي الإيراني، هذا صداع للدولة الأمريكية، هذا صداع للاتحاد الأوروبي، هذا صداع أيضا للدولة الإيرانية. الدولة الإيرانية تريد أن تجلس على طاولة المفاوضات وأن تزيح العقوبات الاقتصادية عن كاهلها، وفي الناحية الأخرى الغرب بشكل عام يريد ضمانات، لكن ترك الدولة الإيرانية في تطوير برنامجها النووي الإيراني أنا أعتقد أن هذه لن تسمح به الغرب تحت أي ظرف أو شروط أو هكذا. وبالتالي ما حدث من استهداف ناقلة بترول إسرائيلية في بحر عمان هو لتحريك المفاوضات أو للضغط، إيران بتقول نحن موجودين، نحن مستعدين
للقيام بعمليات عسكريه او ارهابيه من حين لاخر كما حدث مسبقا مع استهداف 3 ناقلات بترول اماراتيه على سبيل المثال في نفس المنطقه تقريبا. طيب بالتالي أستاذ جورج، يعني إلى أي مدى من الممكن لهذه التحركات أن تخضع بالتالي إيران فيما يخص المحادثات النووية ومحادثات فيينا الاتفاق النووي؟ يعني بتكون في تزداد العقوبات وتزداد العزلة الدولية على إيران وتقطع عداواتها في الخارج. المصلحة اليوم إذا اليوم بدنا نقدر نجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي على القليل تحطه تحت مراقبة الأمم المتحدة في عدة أدوات. الأداة الأولى هي تشديد العقوبات على النظام وعدم رفعها والتساهل فيها. ثاني شغلة هي ضرب أدواتها أو قطع الإمدادات عن أدواتها في الخارج، كان في لبنان أو بسوريا أو بالعراق، وهذا برأيي لن يتم إلا بالاتفاق مع روسيا، لأن روسيا هي دولة ذات مصالح وموجودة في سوريا عسكريا وسياسيا، وذات مصالح في هذه المنطقة من الغاز بسوريا والغاز الروسي وأمراره وكل الأمور اللي بيعرفها الأستاذ عمر أكثر مني. هون في طريقتين، فإذا هي أو التشديد بالعقوبات والاستمرار فيها، أو كمان قطع إذا بدنا السيطرة على الأدوات الإيرانية خارج البقعة الإيرانية بالمنطقة العربية كلها سوا. طيب بالتالي أستاذ عمر، هنا نتساءل عن الدول الأوروبية أين تقف من كل ما يحصل اليوم، إن كان من تحركات إيرانية، إن كان من هذه التصريحات الأخيرة من جانب إسرائيل وحتى من جانب أمريكا. طبعا هي الدول الأوروبية هي التي كانت تدعو، يعني عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الإيراني، كانت الدول الأوروبية هي الداعمة والمتحدثة والتي تبحث دائما عن حلول. الآن انضمت أمريكا إلى المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن المشكلة هنا مع دولة إيران. فيقول لحضرتك الصورة الأكبر إنه الخليج العربي بشكل كامل هو مصدر للبترول، مصدر للطاقة العالمية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2030 وبحسب الإحصائيات هتكون 50% من العربيات أو السيارات تسير بالطاقة الكهربائية، فهناك استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية دخل على مجال استخدام الطاقة، استخدام الطاقة النووية في محطات طاقة كهربائية وهكذا. وبالتالي الخليج العربي يعني كمكان أو كمصدر للاقتصاد أو كمصدر طاقة لم يعد بنفس الأهمية بالنسبة للدول الغربية بشكل عام، وبالتالي سنرى انسحاب أمريكا من الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا على سبيل المثال، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، يعني تبقى عدد قليل جدا من القوات، وبالتالي يعني عودة لسؤال حضرتك الملف النووي الإيراني، أنا أعتقد الدول الأوروبية أكثر اهتماما به من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستكون هناك جولة جديدة، لأنه الخليج العربي الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لدخول حرب، الخليج هو النقطة الأضعف، وبالتالي أنا أعتقد وكما ذكرت أنه الهدف من هذه العملية الإيرانية هو جذب الانتباه مرة أخرى حتى تكون هناك إزاحة للعقوبات الاقتصادية. تحدثتم أنه من الممكن أن تنسحب واشنطن من المنطقة، كان تحديدا من سوريا، لكن ذلك لن يفتح المجال أكثر أمام إيران في المنطقة، وذلك سيكون له تأثير يعني عكسي. هي موجودة بالفعل، الدولة الإيرانية موجودة في العراق، موجودة في سوريا، موجودة في لبنان، موجودة في غزة، موجودة بدعم الحوثيين في اليمن، في ليبيا. وبالتالي أنا هناك مقولة أمريكية شهيرة بتقول عندما تتمدد كثيرا تصبح ضعيفة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعلمت الدرس من حربها في العراق، تعلمت الدرس من حربها في أفغانستان، وهي تنسحب من هذين الرقعتين وتعلم جيدا أن هناك انتشارا إيرانيا، انتشارا روسيا، لكن المنطقة العربية لم تعد تشكل اهتماما في الطاقة بهذا الكم من الزخم كما كان في الماضي. يعني ولاية زي ولاية تكساس على سبيل المثال احتياطي البترول فيها بيساوي احتياطي البترول في الخليج العربي بشكل كامل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشتري البترول وتحافظ على ثرواتها، وهنا الوقت هناك استثمار في الطاقة الكهربائية، هناك استثمار
في السيارات اقصد، هناك استثمار في الطاقه النوويه، هناك احتياطي بترول كبير، وبالتالي مهما حدث في المنطقه العربيه هذا لن يشكل يعني شيئا عظيما بالنسبه للاداره الامريكيه، فقط هم يريدون السيطره على البرنامج النووي الايراني حتى لا يضر حلفاء الولايات المتحده الامريكيه في الدول الاوروبيه، ويشكل تهديدا مباشرا للاداره الامريكيه في مناطق اخرى في العالم ايضا. نعم، في نفس السياق أستاذ جورج، يعني انسحاب واشنطن وفتح المجال أمام إيران في المنطقة إن تم فعليا، كيف سيكون تأثيره على المنطقة لنقل بشكل كامل؟ وكما يقول ضيفي بأن اهتمامات واشنطن اليوم بدأت فقط فيما يخص ملف الاتفاق النووي. يعني إذا صح التوقع يلي عم يقوله الضيف الكريم، متى بنكون مقبلين على حلول كارثية في المنطقة العربية، في منطقة الخليج العربي اللي هو خاصرة ضعيفة عسكريا، ونعرف القدرة العسكرية الخليجية لو كان في التكنولوجيا بس ما في جيوش بقدر توقف بوجه إيران. والكارثة الثانية هو على الأنظمة العربية من العراق لسوريا للخليج، بيصير في عنا إيران فعليا وعسكريا وإداريا موجودة بهالأربع دول العربية من العراق للبنان مرورا بسوريا، ونصبح تحت سيطرة الملالي الإيرانية وتحت النظام الإيراني، ويفرض النظام الإيراني علينا كلنا سوا للأسف إذا حصل. هون بدنا مفروض هذه الدول تعتمد على شعوبها وعلى نفسها برفض هكذا وصفقات إذا تمت، والاستعداد للمشهد المقبل اللي هو صار دفاع عن الوجود والدفاع عن التاريخ والدفاع عن العروبة والدفاع عن القيم العربية والقيم الأخلاقية الإنسانية اللي بتمتع فيها الشعوب العربية من الخليج للبنان مرورا بكل الدول العربية. نعم، أشكركما جزيل الشكر على كل ما تفضلتما في سياق الحلقة. ضيفي من بيروت الأستاذ جورج نادر، خبير عسكري وعميد ركن متقاعد، وأيضا أشكر ضيفي من واشنطن الكاتب والصحفي الأستاذ عمر جوهر. في الختام مشاهدينا أشكركم على طيب وكرم المتابعة، ألقاكم غدا في نفس الحلقة، إلى اللقاء.